وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. مسرح الإذاعة المغربية يقدم وداني داني 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 وداني داني 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 وداني داني 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 وداني داني 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 وحكاية دادا سعادة وحكاية دادا سعادة حلوة خارقة العادة حلوة خارقة العادة وحكاية دادا سعادة وحكاية دادا سعادة قصص خارقة العادة قصص خارقة العادة الحقيقة بلا زيادة الحقيقة بلا زيادة والخيال فيها قلادة والخيال فيها قلادة الحقيقة بلا زيادة الحقيقة بلا زيادة والخيال فيها قلادة والخيال فيها قلادة وداني داني 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 وداني داني 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 وداني داني 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 وداني داني 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 وداني داني حكايات دادا سعادة تأليف أحمد الطيب العلش إخراج الهاشمي بن عمر إيوا هذا هو هذا النمرة وشنو سميته؟ ما قدم لي شيء نفسه ولكن أنا في دماغي سميته النمس الطولانطي والطولانطي هو المخلوط إيوا ملي قال لي بأن الساعة مسروقة تقريبا تخني الشك وبديت كنحضيت راسي معاه إيوا خاصك ترد بالك معاه واش دابا انت المعلم اسمح لي كتبيع وتشري في المسروقات اللي بحال هاد الساعه الذهبيه ولكن يا استاذ هاد الساعه ماشي مسروقه هادي ساعه مهربه وفرق ما بين مسروقه ومهربه إيوة. والحاجه المهربه يا مول العقل دائما كتباع بالثمن المبخوس ايوا من 10000 درهم ل 700 درهم هذا هو الثمن البخس 700 درهم بركه عليك وغير حيث انت دخلتي لي في قلبي ايه غير 700 درهم فقط يشريها القاضي المحاجر وهذا الثمن غير ليك انت لانك دخلتي لي في قلبي 700 درهم وكان ومع ذلك اسمح لي يا استاذ نقول لك راك كتحلم الا كنت عول عليا انا نشري منك هذه الساعه وراه منامتك اطول من احلام الف ليله وليله او اغنيه القمر الاحمر الفنان الرحيل عبد السلام عامر واش سمعتي اش قلت لك ولا لا اش قلتي لي قلت لك غير 700 درهم غير 700 درهم او الله ودخلتيني للمعصره او بعتيني في المزاد العلني في سوق الخرده ما نجيب لك العشور ديال هاد الثمن وشحال زعما تقدر لنفسك تسوى في سوق البالي في سوق الخرده ما فهمتش اذا قلنا نبيعوك باش نشريو لك هاد الساعه الذهبيه المباركه المسعوده شحال تقدر انت تجيب في المزاد العلني في سوق الخرده شحال تجيب؟ والو أنا من الخردة اللي ما فيها لا بيع ولا شراء ومع ذلك أنا بغيت لك هاد المكانة بغيت نفرح بك والله حتى أنا ما كرهت نفرح براسي بغيت هاد الساعة تكون من نصيبك الله يخليك خليني على خاطري وقيسها عملها في يديك غير قيس غير قيس الله يهديك الله يهديك وغير باش نخليك على خاطرك وخلاص راسي دي نقيسها أنا العلم هاي لبستها تبارك الله أحسن الخالقين والله ما تقول هاد الناس سويسرا ما صنعوا هاد المكانة إلا باش تكون في يديك انت سبحان الله زادتك هبة على الهبة اللي عطاك الله وفخفاخة على فخفاخة وعظمة على عظمة هاكيني على أباها وعلى نخوة وعلى وقار عندك الحق عندك الحق أنا ملي لبست هاد المكانة حسيت بالنخوة لبستني والفخفخة كتاتني أنا دابا راني ملبوس بالعظمة والسبب هو هاد الساعة الأبائية والصراحة حتى أنا والله ما كرهت تكون عندي أباء ونخوة وفخفخة ولكن أشنو في إمكاني ما نعمل العين بصيرة واليد قصيرة وخوك قاعد على الحصيرة طيب طيب بلا انفعال وسع خاطرك واش بنت لك أنا دابا انفعلت شحال مثلا غير مثلا شحال يكونوا معاك ديال الفلوس السنس وتقول لا قليل القليل ولا كتير الكتير منفوض الفلس البيض ما نكسبوش هاد القهوة الكحلة دابا اللي شفتي قدامي راه إلا ما جاش صاحبي خلافه وخلص عليا راه يلقف عليا مول القهوة إيوا هذا هو العجب هذه أول مرة تخطئ في راستي
يا دابا أخطأت في راساته. من اللي شفتك لأول مرة قلت هذا راجل ذو مالي ومرفه، ولكن لقيتيني فارس مجونت والحمد لله. دخلت عليك بالله ما تكذبش عليا، واش انت غاني أو فلس؟ والله ما نكذب عليك، أنا الحمد لله غاني. إيوا هالكلام، إذن الفراسة متاعي ما خطأتش، حتى الملامح متاعك ما هي إلا ملامح الأغنياء المرفين، وحتى طريقتك في الكلام، وحتى ملي كنتي كاتبي عن نفسك في سوق الخردة. لا 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 لا، أنت راجل أباهي ألبي نخوي عظامي، وهذا المكانة التحفة ما كاين في الناس اللي يستاهلها من غيرك. الله يسر عليك، عاود عاود عملها في يديك مرة أخرى، وحيد عليا داك النحاسة. ما عندي ما نقول، نخليك على خاطرك. واش نقيسها في اليد الأخرى هاد المرة؟ الله يرحمهم من قالوا وما كذبوش، البس قدك يواتيك. وشحال يا خويا جات معاك هاد المكانة؟ لا 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 لا، عفوا، انت اللي جيتي معاها، انت اللي واتيتيها انت، وهذه شهاده لوجه الله، انت من الناس اللي كيواتيهم الحوايج ماشي الحوايج هما اللي كيواتيهم. شكرا شكرا على هذه المجامله، والله عمر شي واحد ما قال لي مثل هذا الكلام. والله يخليك، الله يخليك، بركه بركه ما تزيد شيء. ها دابا يعجبني راسي ويواتيني حتى الغرور، والا وليت مغرور راك توحل معايا. واللي غادي نقول لك دابا، من الواجب عليك تعمل هو فوتني فوتني فوتني، راه ما عنديش فلس من جنجر. ياك سألتك وقلت لي انت غاني، وما كذبتش عليك ومازال كنقولها، انا غاني. غاني بلا فلوس يا هذا الاخ طولانطي المحترم، انا غاني بالقناعه، انا غاني بالرضا، غاني بنفسي وغاني بنيفي نيفي نيفي. هي قل لي انت من اغنياء القناعه والنيف. وهو كذلك، وانا متاسف لانني خيبت ظنك وفسدت لك الفراسه نتاعك. ايوا نقول لك الصراحه. قولها قولها. انت راجل لطيف وظريف ودخلتي لي في قلبي، وبغيتك انت اللي تكون صاحب هاد المكانه الذهبيه ذات الماركه الرفيعه العالميه والغاليه، ولهذا باغيك تكابر شويه وتخرج القوه والضعف. اش غادي نكابر يا راجل، وين قوه وين ضعف؟ انت دابا عملتي لي بحال هذاك اللي جيتي تشكي عليه بالعقر، هو كيقول لك شخبار الوليدات. ولكن انا بغيت هاد لاله المكن تكون ديالك حر مالك. اهيا اهيا. نعم سيدي، راك دخلتي لي في قلبي. ولكن تكون ديالي هاد المكانه الغاليه المهربه، راه هذا هو المستحيل. حتى شي ما مستحيل. قل لي شحال عندك ديال الفلوس؟ والو والو، منفوض مسيوس، وشحال من مره خاصني نقول لك راني والو والو والو. ارى 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 ارى. شنو داك المكانه؟ وراني رديتها لك. لا لا، انا بغيت نشوف داك المكانه اللي في يديك. النحاسيه. ايه النحاسيه، شد بعد هاد الذهبيه هذه هاد التحفه واعطيني نشوف داك النحاسيه. اش غادي تشوف فيها؟ نحاسه وخلاص. قلت لك راه نشوف. راجل بحالك بهاد القرده وبهاد الهمه هذه وما عندوش حتى درهم واحد. وهذا هو الواقع، ما بيدي ما نعمل. واعطيني اعطيني اعطيني خلاص هذيك النحاسه نشوفها. اعطيني. يا سيدي، ما طلبتي غير الموجود، هاك تفضل. يا مالك تشوف فيها؟ اش تما؟ لا حول ولا قوه الا بالله، على هاد الدنيا هذه، هاد الدنيا ما فيها انصاف، هاد الدنيا هادي غير عادلة. انت بهاد الكمارة العزيزة الغالية تلبس هاد المكانة الفقيرة الدرويشة البائسة. يو حمد الله عليها، واحد اخر راه ما لقاهاش. عزيتي عليا ودخلتي لي في قلبي، ما عليناش. شحال تقدر تزيد ديك ونتبادل معاك؟ نعطيك الذهب ونرزيك في النحاس، نبعد عليك النحاس وما تبقاش متهم بالنحاس. ايوا هي انت ما تقصيش بيا، راه قلت لك ما عندي والو. ايوا من اللي انت دابا عزيتي عليا ودخلتي لي لقلبي، زيدني غير 100 درهم. يلا اسمع، والله لو كان دخلني للمعصره ما يخرج لك مني فلس واحد. ولكن قل لي بعدا، واش هاد الساعه الباليه المجرجره خدامه؟ خدامه على راسها، هي قديمه ولكن التحقيق التام والصدق، عمرها ما غشتني ولا كذبت عليا. الوحدة هي الوحدة، والوحدة ودقيقة هي الوحدة ودقيقة، ما فيهاش خرجان الطريق متاع المقل المعاصرة. الملامح متاعك تقول لي انت راجل درويش.
ايوا سيدي الله يحشرنا مع الدراوش. وما كتعرفش تكذب، وعلى ذاك الشيء دخلتي لي في قلبي وسقت بهذا الكلام اللي قلتي لي على هذا النحاسه تاعك من ناحيه الضبط والتحقيق. والله سيدي ولا بعد الله يمين عمرها ما دخلت لي شي معلم مقني بلا حلوف تقت بيك، ولكن غير باش يطمئن قلبي غادي نديها للمعلم حمزه المواقني يلقى ليها شي نظره. ولاش باش الا كتابو بدلت معاك وعطيتك الذهب وهنيتك من النحاسه، انا عارف على الاقل ان النحاس مازال خدام ومازال كيدور. ولكن انا راه شوف راني بعدا ما واش ما بغيتش تثق بيا وتفهم بانني ما عندي شي فلس واحد باش نبدل معاك. انا راجل ما في حاليش منفوض. ماشي مهم، خلينا بعدا غير نسمعوا اش غادي يقول المعلم حمزه المواقني في هذا المكانه بتاعك. واش هي بعدا مكانه؟ غادي يقول لك مكانه وخدامه. وخلينا غير نسمع عامل فمو، والمشكل المادي من بعد غادي نلقاو له شي حل. هاد الذهبيه خليها عندك وانتظرني هنا. عندك تقلع من هنا. نعم عهد الله. عهد الله سيدي. المعلم حمزه راه غير فرز الزنقه اللي قبلتنا، نسمع كلمته ونولي لك في الحين. غير وكان عندك يغمزك الذهب، الذهب راه غماز الكافر بالله ويغرك الشيطان ويدخل لك الطبع. عندك وإياك تمشي تعملها وتهرب. أعوذ بالله أعوذ بالله، وأنا نقدر نعمل هذه، كنت نقدر نعمل هذه ما ندخل شي في قلبك. لا لا لا، أنا غير قلت وكان. أما أنت باين عليك راجل مزيان ودخلتي لي في قلبي، إيوا كن راجل وانتظرني هنا أنا ولاي. ورزاك في النحاسة ومشى. ولكن راه خلى لي الذهبية الفنة الساعة الممتازة. المهم يا لالا ويا بنت سيدي، بقيت كان عين صاحبي خلافة يولي، ولكنه تعطل عليا وأنا كان دب دوخني وباغي نهرب من داك القهوة باش إلا رجع اللي دالي نحاستي وخلى لي الدب ما يلقانيش. إيوا وفين هي الأمانة؟ الدب المكانة الذهبية ما خلت فيها لا صدق ولا ثقة ولا أمانة. عجبتني المكانة وما عندي ما نزيد نقولك، ما اللي عملتها في الدية واتتني وبلا حتى ما نخلص القهوة، لأنه ما كان عندي باش هربت من ديك القهوة ووقفت بعيد كنراقب وانتظر صاحبي خلافة، وبقيت كنراقب الوصول متاعه غير من بعيد. واحد الساعة هو كيبان لي كيسأل الكارسون وكيجاوبه هو كيقول له صاحبك راه مشى بلا ما يخلص القهوة هرب. بديت داك الساعة أنا كنشير له غير بالإشارات والنادي عليه. أخلافة أخلافة ها من الاول خلافه شوفني انا هنا. افين انت فين سلتي؟ انا هنا اجي خلاص اجي خلاص. اش داك الشيء مالك ما بقيتيش في القهوه ياك دابات شكاين؟ ايوا غير سكت. جا عندي واحد من دوك الباعه المتجولين بالسلعه المهربه وجاب لي واحد المكانه ذهبيه. مكانه ذهبيه؟ ايه جاب لي مكانه ذهبيه مهربه. ايوا ايوا من بعد ايوا من بعد الطبيخ والنفيخ اتفقنا نتبادلو، هو ياخذ داك النحاسه نتاعي ويعطيني الذهبيه المهربه ديالو. ايوا دابا راه داها لعمي حمزه المقني يقلبها ويولي عندي نتكلموا عاد في الاتفاق. كمل كمل يا كمل. ايوا دابا انا شوف خوفان الا يعاود يلقاني هنايا ويرد لي نحاسي وياخذ ذهبو. وانت كتعرف هالدجاج المهربات؟ عمري ما شفتو، ولكن هو من اللي شافني قاتلو الفراسة نتاعو فيا. هذا كان بو هذا عبو الغشيم. لا يا ودي، قاتلو الفراسة نتاعو انني من الاغنياء الكبار. ايوا انت سمعتي كل شيء. يلا 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 بحالنا قبل ما يولي ويلقاني مازال هنا. ايوا والمكنة الذهبية نتاع مولاها غمزتني يا خويا غمزتني. هاي شوف تمتع ارا نشوف بعد هاد الساعة الذهبية ارا نشوف. يا صاحبي شوف متع النظار، ساعة ذهبية ثمنها الحقيقي 10,000 درهم مليون، وما كتبع غير في المحلات الرفيعة وبالثمن المتمن اللي ما كيقدروا غير الناس الكبار الناس الأباء دوك ودوك عيلة القوم. عيلة القوم ناس الأباء والنخوات. الله يخليك. يلا بحنا يلا بحنا خلاص قبل ما يولي. واش دابا انت باغي تشمت في هذا الرجل المسكين هو تقبيك؟ قلت لك يا خويا المكانه غمزاتني وباغي نشمت فيه. تسالني شي حاجه ايوا تلقى راسك يلا بحنا. قلت لك غير تهنى
راه ما يوليش. ما يوليش؟ ايه ما يوليش، راه سبق كل شمتة وتهنى مع راسك، راك ما بقيش تشوفه. كيفاش؟ كيف كتسمع؟ راه شمتك ودبحك وصلخك ودالك النحاسة وخلالك القصديرة. قصديرة؟ الصدايا. افتح عينك يا جحايا مسكين، واش هادي ما كان بعدها؟ صبر صبر صبر، شوف شوف شوف، راه ساكتها ما خدامات. هادي يا جحايا الكنبو من الموقن ديال الكيلو، ما كان هاد الخردة. ايوا اش غادي نقول لك، والله ما انت الا راجل بركة. تعديت البركة اللي انا ما كانت تشمس وما كيضحك عليا حد غير الا ما لقيتش اللي يشمتني او يضحك عليا. مصيبتي في الدنيا انني كنبقى فايق وانا نعاسي ثقيل. جحا جحا، وقتاش حتى انت ما تبقاش تخدعك وتغرك المظاهر؟ قول لي شنو ياك ما ظلمتكش ملي سميت قفة؟ مصاب غير الضحكه يا لاله تحفة، وإلا ضحكتي هذاك هو نهار العيد عندنا. الساعة الذهبية. زيان، رشيدة الحراق، محمد أحمد البصري، الهاشمي بن عمر. ساعد في الإخراج حميد زيان. هندسة الصوت محمد ناجي.